وضعك في الصورة غايتنا. كما ذكرنا الجزائر تسعى إلى إعادة سوريا إلى الحضن العربي، الأمر الذي يعني تعارضه واشنطن، ونرى أن يعني الدول العربية بدأت تتفهم أن يعني خطوة كهذه لا مفر منها. كيف تنظر واشنطن إلى زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى سوريا اليوم؟ يعني لابد لنا أن نؤكد أن أهمية هذه الزيارة أو الدافع، أهم الدوافع لهذه الزيارة هي دوافع اقتصادية وتجارية، وهي لم تنقطع كما قال ضيفك الكريم، لأنه هناك تبادل تجاري بحجم كبير بين الجزائر وسوريا، والجزائر تستورد الكثير من المحاصيل الغذائية إلى المنتوجات إلى آخره، وبالتالي تريد الإبقاء على ذلك أو تريد أيضا زيادة ذلك. ونحن نرى أن الجزائر تأخذ الموقف، دعني أقول المعسكر اليساري أو المعسكر الشرقي، يعني منذ اليوم الأول هناك علاقات قائمة بغض النظر، وهكذا واشنطن ترى كيف يمكن لأي دولة أن تجازي أو تكافئ دكتاتور عربي، هذه من وجهة نظرها، وأنا أتفق طبعا مع هذه وجهة النظر، قاتل وقتل أبناء شعبه قبل كل شيء، وهذه أيضا مواقف مختلفة مع روسيا ومع كل الدول التي تريد أن تعيد بشار الأسد إلى الحاضنة الدولية على الأقل العربية. ولكن مثلا عندما قامت الإمارات بذلك الضغط الأمريكي خفيف، لكنه اليوم الجزائر لديها مشاكل كبيرة مع المغرب أولا التي طبعت العلاقات مع إسرائيل، وأيضا مع تونس، فتونس ترى في المغرب أن تحاول أن تفرض وصاية عليها، والمغرب أيضا يعتقد بأنهم يحاولون فرض الوصاية، وهذا شيء مقبول بالنسبة للدولتين ذاتين السيادة. وبالتالي يعني من تعادي أو من يعادي الجزائر هو أقرب كثيرا إلى واشنطن أو أقرب كثيرا إلى الإدارة الأمريكية. لكن هل ستكون هناك عقوبات للجزائر؟ لا أعتقد. اليوم دلو واشنطن مليء، ولا يوجد أي مساحة للتدخل في أي شيء خاصة في الشرق الأوسط. عن العلاقات مع المغرب وأهمية هذه العلاقات بين الدول العربية والمغرب. نعم، هناك خلاف بين المغرب والجزائر بدون شك، خلاف حول موضوع الصحراء الغربية. وحتى هذا الخلاف تطور في العلاقة مع إسبانيا بين الجزائر وإسبانيا، حيث يمر أنبوب غاز يزود أوروبا من الجزائر عبر إسبانيا. إذن لابد من أخذ هذا بعين الاعتبار حين نتحدث عن العلاقات الجزائرية الأوروبية وخاصة مع إسبانيا، وحين نتحدث عن العلاقات الجزائرية العربية، في حين أن المغرب يقف في معسكر بينما يقف الجزائر في معسكر آخر، لأن العرب ليسوا معسكرا واحد، هناك معسكر موالي لأمريكا وتابع لسياساتها، ومعسكر آخر يناهض السياسات الأمريكية. وباعتقادي أنا أنه القمة العربية في الجزائر ستكون قمة طرفين وليس طرف واحد، ولم يشمل سيكون لم شمل يعني شكلي، ولكن في الجوهر سيبقى هناك معسكرين. سيبقى معسكران، الأول مناهض السياسة الأمريكية والهيمنة الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط، والآخر تابع لأمريكا ويقبل بالهيمنة الإسرائيلية في الشرق الأوسط. هذا هو الحال العرب في الوقت الحاضر. آمل فعلا أن يستفيق البعض لما هي المصلحة العربية فعلا، ويكون لم شمل فعلي في الجزائر وخارج الجزائر، لأن مصلحة العرب هي في لم الشمل، مصلحة العرب هي في توظيف مقدراتها الكبيرة. نعم أستاذ عارف. العربية الكبيرة من أجل الأمة العربية، من أجل الشعوب العربية، وليس توظيفها. ابقى معي لو سمحت أستاذ أليف. عودة إليك أستاذ داليا، يعني الجزائر نعرف بأنها تعمق تحالفها مع روسيا وتجري معها مناورات عسكرية، هل هذا الثمن تدفعه واشنطن بسبب علاقاتها مع المغرب واعترافها بمغربية الصحراء؟ وبدأت بالحديث عن هذا الموضوع.
يعني بالتأكيد واشنطن لا تعتبر الجزائر عدوها، وأيضا لا تعتبر الجزائر الصديق الودود لها، وبالتالي كانت هناك محاولات وكانت أفكار بأن تقوم واشنطن بطلب المساعدة من الجزائر، لكن هذا يعني أدركت الإدارة الأمريكية أن الجزائر لا يمكن أن تقدم المساعدات للولايات المتحدة في الوضع الراهن والحالي، خاصة وكما قلت أنت وضيوفك أن هناك تقارب جزائري روسي ليس بجديد. لكن هناك نقطة مهمة بس أحب أن أكون صريحة جدا فيها، وهي منذ متى القمم العربية نفذت ما قالت، ومنذ متى أجرت أو قراراتها اتخذت لإجراء أي تغيير في الشرق الأوسط؟ ما هو ثقل الجامعة العربية واجتماعات الجامعة العربية غير التنديد والرفض يعني التقارير أو المؤتمرات الصحفية؟ هذا فقط. ماذا عملت الجامعة العربية عمليا لأي أزمة عربية بدءا من الأزمة بين الدولة الإسرائيلية وفلسطين إلى الآن؟ لا شيء، فقط هذه مجرد كلام ومجرد دعايات ومجرد إعلانات، والكل يعلم لو أراد أن يكون صريحا مع نفسه أن أي قرار من الجامعة العربية أو أي شيء فعال قد يحرك فعلا شيء على الأرض لا يتم من خلال الجامعة العربية، كأنها يعني أصبحت أمم متحدة ثانية، قراراتها لا تشبع من جوع، لذلك يعني لا تعول واشنطن على الكثير من ما سينتج من هذه القمة ومن اجتماعات الدول العربية. نعم أستاذ دالي، ابقي معي. أستاذ حسن، برأيك إلى أي مدى موضوع إسرائيل يمكن أن يكون حاضر في زيارة اليوم، لسيما وأنها يعني تأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة قائد الجيش الإسرائيلي إلى المغرب؟ الأكيد أن موقف الجزائر من هذه القضية ثابتة ويعني ولا يمكن أن تتغير على الأقل في المدى المتوسط مستقبلا، وبالتالي أكيد أن هذا الملف سوف يكون أيضا حاضر مع في 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 خارجات العمامرة إلى الدول العربية عموما وليس فقط إلى سوريا اليوم، وبالتالي القضية بالنسبة للجزائر قضية محورية. ولكن هناك أيضا تعليق آخر فيما يتعلق بالتقارب الجزائري الروسي. الأكيد أن الولايات المتحدة لا تراهن كثيرا على الجزائر في القضية على الأقل من الجانب السياسي وحتى من جانب الطاقة، ولكن تبقى الجزائر أيضا خلينا نقول عنصر مهم في المنطقة وعنصر استقرار مهم في منطقة الساحل وشمال إفريقيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب. وبالتالي خلينا نقول الجزائر الآن في شبه ثنائية أو علاقات ثنائية، خلينا نقول تمشي على طريق متوازي بين موسكو وواشنطن، لا تريد أن تغضب لا هذا ولا ذاك أو أن تكون على نفس المسافة على الأقل. نعم أستاذ حسن، عودة إليك أستاذ أليف، يعني العودة إلى الجامعة العربية مهمة كثيرا بالنسبة لسوريا، وثمن الذي كانت تطلبه يعني أو كانت تطلب به الدول العربية هو تنازل دمشق عن علاقتها بطهران، ولكن ما الذي يمكن أن يعطيها اليوم الجانب السوري للضيف الجزائري للتسهيل على مهامه من أجل إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية؟ أنا أتفق مع ضيفتك أن الجامعة العربية لا قيمة لها. الجامعة العربية دائما لم تتخذ قرارات مستقلة، ولا مرة اتخذت قرارات لصالح الأمة العربية والشعوب العربية، دائما كانت مستعبدة ومستخدمة لمصالح أجنبية، وبالأساس تفرض عليها حتى المبادرات كانت تفرض عليها فرضا. وبالتالي أنا شخصيا لا أعول كثيرا لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وفي السابق قلت لو كنت أنا مستشار سوري لقلت الرئيس السوري لا تعودوا إلى هذه الجامعة، لأنه هي جامعة النعاج كما سماها وزير الخارجية القطري. الآن ماذا
يمكن أن تقدم سوريا. إذا كانت في الماضي وكان سوريا أضعف مما هي اليوم، لم تقدم شيئا من أجل العودة إلى الجامعة العربية، فستقدم الآن؟ لا أعتقد أنها ستقدم أي شيء، بالعكس تماما، من يتطلب منه أن يقدم هو من جند مئات مليارات الدولارات لتزويدها، لتزويد أو لتمويل الدواعش لذبح الشعب السوري ولتهديم الدولة السورية. إذن من يجب أن يقدم التنازلات هي قطر وهي السعودية ودول أخرى تآمرت على سوريا، وليس سوريا هي التي يجب أن تقدم تنازلات. نعم أستاذة داليا، يعني في ظل التوتر إسرائيلي روسي مؤخرا وفي ظل ضربات أمريكية متكررة في سوريا، ورأينا يعني آخرها قبل وصول الرئيس جو بايدن إلى المنطقة، هل تعود سوريا برأيك لتشكل محطة هامة بالنسبة للمصالح الأمريكية في المنطقة، ويعني لمواجهة نفوذ كل من روسيا والصين في سوريا والمنطقة؟ ليس من مصلحة واشنطن أن تعود العلاقات مع سوريا إلى ما كانت عليه، حتى لو أن لم تكن علاقات جيدة. اليوم البيت الأبيض ويعني كلنا شاهدنا كيف رفع يده عن الشرق الأوسط ولم يقم بمراجعة والتذكر بأن هناك حلفاء وأن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة مهمة حتى في خلافات دولية بعيدة، وإن كانت جغرافيا بعيدة عن الشرق الأوسط. وهكذا بدأنا نشهد تصريحات بايدن أو حتى زيارة بايدن. فبالتالي يعني اليوم الإدارة الأمريكية لديها أمامها تحديات كبيرة جدا بعيدة عن الشرق الأوسط وبعيدة عن روسيا، عفوا عن سوريا بالأخص في الوقت الحالي. لا يوجد لديها فترة مستقبلية أن تتناول هذا الموضوع وهذه القضية، لأن هناك تحديات كبيرة جدا داخلية أيضا وخارجية بعيدة عن منطقة الشرق الأوسط أمام البيت الأبيض اليوم، وخاصة أننا في عام انتخابات نصفية، وأيضا أنه الرئيس الأمريكي جو بايدن يعني لديه شعبية ضعيفة جدا، وهناك احتمال كبير جدا بأنه لن يرشح ل 2024، وبالتالي الديمقراطيين حالتهم مرتبكة الآن. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، مش بخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركنش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.